شهور من الانتظار قضاها محمد يجمع في مبلغ من المال لشراء سيارة يحتاجها في عمله، إلا أن الأمر كان يزداد صعوبة مع مضي الأيام بسبب الازدياد المضطرد في قيمة السيارات في السودان على خلفية الزيادات السنوية في الجمارك وتغيير سعر الدولار الجمركي. طيب زي ما انت في البنك بتدفع 40% من قيمة العربية بتمتلك عربية، بس ما في يا قيمتها كلها يا ما تركب عربية، والغلغلة شديدة مرة واحدة يعني بالساهل زول يشتري عربية ما في. بنسبة تجاوزت 100% من قيمة السيارة المستوردة قدرت جمارك السيارات في السودان قبل دخول العام 2016 قبل أن تضاف إليها 10% مع العام الجديد، ما زاد الأمر تعقيدا إلى جانب شح النقد الأجنبي، والذي وإن توفر من قبل المؤسسات المالية إلا أن التجار يشتكون من ارتفاع سعره. كل الناس بتقول لك التجار هم اللي بيزيدوا العربات دي، هم التجار بيزيدوا العربات دي. هو السبب الرئيس إنه اللي بيزيد العربات دي هي العاملين الأساسيين اللي هي الجمارك وارتفاع العملة. وتعاني أسواق ومعارض السيارات في السودان من حالة ركود أدت إلى تراجع القوى الشرائية بشكل كبير، ويقول أصحاب المعارض أن السياسات الحكومية تسببت في هذا الواقع. بتأثر علينا تأثير مباشر، لأن القوى الشرائية بتقل بصورة واضحة جدا جدا. تبتلقى نفسك إنه إذا كنت في 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 شهر بتبيع لك آيتيمز معين 3-4 عربات، يعني ممكن في 6 شهور تبيع عربيتين. ويرى خبراء أن فقدان الدولة لعائدات النفط بعد انفصال الجنوب وتفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب ضعف الإنتاج وقلة النقد الأجنبي دفع السلطات للتركيز على زيادة جمارك السلع الغير أساسية. طريقة حماية البنية التحتية بتاعت البلد وطريقة إنه تكسب جباية جديدة، لأنه الدولة أساسا ما منتجة غير منتجة، تكسب عن طريق جمارك بتاعت سلع غير ضرورية استهلاكية غير ضرورية بالنسبة للمواطن السوداني. يعني معادلة صعبة جدا، يعني المعادلة دي صحيح ممكن تأثر في قطاع من القطاعات لكن ما بتأثر في عموم الدولة. لا توجد إحصاءات رسمية لعدد السيارات التي تستورد سنويا، وكانت الحكومة السودانية قد أوقفت استيراد السيارات المستعملة وحصرت الاستيراد على موديل العام، كما أوقف البنك المركزي السوداني كافة البنوك من تمويل السيارات. امتلاك سيارة هنا ربما أصبح حلما بعيد المنال بالنسبة للكثيرين في ظل ارتفاع أسعارها بسبب السياسات الاقتصادية وشح النقد الأجنبي. سبأ سيف الدين، الغد العربي، الخرطوم.